إنه المستقبل بيكاب F-150. واحد، اثنين، ثلاثة، اسبحوا. مسيان خاطر حتى في تونس نعوم، ديما نعوم. بس اوصل، قبل ما اوصل لقلقة الطابة احس انه المي فات ويفوت المي بالماسك. فزنا نحن. هاي 116. مين تتوقع يختارك؟ مين تتوقع انه يفكر يختارك؟ والله شو قلت لك انا؟ لحظة شو قلت؟ اذا بدك تلعب مع سعد؟ لا مو صراحة سعد ببالي. Everything that happened in your life and put everything here. عرفش ربنا كتبي. هي دي النقطة، لأن أنا عندي إيمان قوي جدا بأن ربنا أكيد كتب حاجة، فأنا لو جات الحاجة دي عكس ما أنا عايز فأنا برضو راسي في الأرض مش هقدر أقول حاجة. ليه ما برجع له يعني؟ لأنه ما بحبه. تبع التيك داون. إيدك على وشك. ثابت الأمين من فريق أسود العرب. بس يا اخي تقطع قلب اليوم، تقطع ما اريد هشام يروح. متاكد يعني مش يرجع اقوى من قبل، ومفهمش كيف، ومفهمش ما ارجل منه. هشام رجال بالحق، رجله بالحق. انا العصر ده مشدود ده. والله انا كنت يعني فاكر اللي حصل، بس يعني فاكره مقطع، ما انا فاكره كامل يعني. تمام. لكن فاكر ان انا خسرت. جبنا هشام هون على المستشفى عشان نطمن على صحته، عشان هو وقع على كتفه وكان يشكي واحنا بالفيلا. امورك طيبه؟ الحمد لله. الحمد لله. سيتي سكان نورمال، ما فيها شيء، لكن انا برضه نعتبر انه يمكن اللي حصل لدي زي ارتجاج، يعني فقدت وعي، حصل فقدان للذاكره. رحنا على المستشفى هلا قبل شوي، اخذنا رجعنا من المستشفى، عملوا له اكس راي وتصوير طبقي ومحوري للدماغ، طلع عنده ارتجاج مخ خفيف وتمزق بالاربطه بتاعت الكتف، لانه لما وقع على كتفه. لو ما الله بده هيك يمكن ما صار يعني، لازم يعني بالنتيجه كمان غلطه منه يعني، مثل ما شفناها يعني. انا مثل ما كنت واقف وعم شوف كانوا ايدها كثير واطيين، ما بعرف شو كان ناطر يعني. اذا ما انا الكورنر تبعه بحكي له ارفع ايديك بيعمل الكورنر زي هيك، مستغرب شو بده يساوي. انه ما انا هيك انه انا بس شفت ايديه هون قلت خيي اذا بوكسور بحط ايديه هون، بوكسور هون، واذا بده يلعب طيكمش انه في نزلهم بس بيفتحهم، انه بده عم بفتح طيكمش بس ايديه هيك ما بعرف يعني. يلا الحمد لله رب العالمين. بس يلا هاي لعبه بدنا نكملها للاخر. مزبوط، بدنا نستمر فيها 100%. ما بتعرف يمكن سايب انا وياك على الفينال، يمكن هلا بكره فيلم، شو بعرف. الصحراء رحنا، البحر رحنا، عالتلج رحنا، عالبحر عال شو بعد؟ دفشنا كمان، دفشنا بالسيارة. هلا شو عنا؟ الله تعرف وش جبال، اكيد شي جبل بدك تعرف شو.
أبطال، بطل في شيء اسمه فريق أسود العرب وفريق المحاربون. فيكن كلكم تجتمعوا فريق واحد قدامي؟ بما أنه ثابت وعادل، أحمد وشوقي ربحوا أول مواجهة إلهم بتصفيات أفصل المعركة، رح يكون إلهم الحقية أنه يكونوا الفريقين الخاص فيهم. أحمد وعادل تفضلوا، ثابت وشوقي تفضلوا. معي درهم، رح نختار دلة أو درهم. جاهزين؟ أوكي. درهم ولا دلة؟ درهم. درهم، أنتوا رح تختاروا أول شخص. بشير. ثابت شوقي، مين تاني شخص؟ جورج. جورج. تاني شخص؟ سعد. تاني شخص؟ سيف. أبطال، معكم دقيقة واحدة بس لتقرروا اسم فريقكم الجديد. فرسان العرب. ماشي؟ ديما فيها عرب. كل عرب. فرسان العرب حلو. مشاكي سوء. مشاكي سوء. مشاكي. خلي مشاكي سوء. والله اسمي يضحك وبي. مشاكي سوء. ما فاهم كرتون احنا. يا ودي مشاكي سوء. شكون موافق على الموسيقى سوا؟ لا لا يا زلمه لا 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 ولا سيف شي اسمه يلا سيف خلاص اخوان فيش فريق الاول شو اخترتوا اسم فريقكم؟ ثابت شو اسم فريقكم؟ المقاتلون. مقاتلون؟ اول فريق رح يكون معنا المقاتلون. ثاني فريق شو اخترتوا؟ فرسان العرب. فرسان العرب. لكان تحية للمقاتلون وتحية لفرسان العرب. أبطال جاهزين للتحدي الجاي؟ جاهزين. تعوا معي. نحن اليوم متواجدين بالحديقة المائية وادي أدفنشر. تحديكم اليوم رح يكون في الملعب الهوائي اللي وراكم. رح تفوتوا بمضمار في مغامرات هوائية بدكم تطلعوا لفوق، وكل فريق عنده مسار يمشي فيه، وبعد ما تخلصوا المضمار الهوائي بدكم تنزلوا بالحبل للجهة الثانية من النهر، وبعد ما يكتمل الفريق بدكم تركبوا الزورق وتتوجهوا من خلال النهر. بس هالتحدي بتطلب 4 مشتركين بس. بدكم تقرروا مين رح يكون برا. مع الاب اللي يصير لي فيه وادي ما تسمحش ليا باش نديرها، ولكن ماكراز زعما نكون مع الدراري تانايا رافشين بودي ما عمري ما درتو، نبغي زعما نجربو كي داير. واحد اثنين ثلاثة انطلقوا. يلا ميشيل يلا ميشيل. Yeah!
لا تخاف يا حبيبي شوقي، تعالي تشوي على الطريق. لا تخاف. بالجروب نتاعي جديده فرحان به، اول مره نفرح بالخسار. الف مبروك لفريق فرسان العرب، اليوم ربحتوا التحدي. مقاتلون شو صار معكم؟ شو الخساره؟ شفتكم مبسوطين وانتم خسرانين؟ فرحان. طيب جاهزين لتسمعوا الجائزه؟ برشا. طيب جائزتكم هي عباره عن مدربين رح يكونوا معكم طول النهار كرمال تتعلموا كيف تركبوا امواج. هيدا المكان ابطال من انحاء العالم بيقصدوه كوجهه لهم كل سنه ليتدربوا. الف مبروك. والفريق الخسران على البيت. يلا. وإن الله راد نحن بنخسر بالتشالنج مش بنربح بالكيج. شفتني كيفيه؟ تخاف من العلوم؟ ليه؟ مش انتيح؟ وناسي كل واحدة شدتني عرفتها. ليكي ليب. اي ليكي ليب برضاع درا كيفيه؟ اه ليكي ليب. عندك الحق انتي ما جربتهاش. ومانيش عارف انا خسرتهم مانيش انا خسرتهم حسيلو وسبقونا هما ربحوا وكاو زدنا احنا قاعدة ندخلوا في الحجر في الرافت شو اسمها هي رافت شنو هذاك الزود هياك بروحي ريلاكس ما نحسش بروحي
ما تفهم مقلقه ولا حاجه. في الاول الموضوع لقيته فيش توازن، ابتدى اقع. بعد كده لما لقيت نفسي بقيت اعرف كويس في توازن، اذا ده الموضوع كتير قوي مسلي وحلو. باغي نشارك الاصدقاء ديالي الفرحه ديال الفوز. دخلت باش نسرفي شويه الساعه ما قدرتش، يلا رميت شويه بغيت نوقف فوق لا بلونش ورجلي قصحتني، دونك فضلت انني نخرج بلا ما نغامر بعدا حتى الفايت قريب ما بقاش لي بزاف، خصني نحاول على راسي شي علاش خرجت. على المهم ينقوني انا للفايت ان شاء الله. ان شاء الله خير. ينقوك تطلع تلعب فايتك وتخلص. زيد بعديها انت؟ بعدين انا بنرجع بنقعد مرتاحين جمعة. بالفريق الأبل كنا 7 بقيوا هن 3، بالفريق الجداد ان الله راد حنضل 5 وهن يصيروا 0. هسا ميش بكون مكيف مع سنفور غضبان وسنفور بوال. والله سويت. اول شيء اول شيء بدنا نرحب بخينا سيف. اهلا وسهلا الضباب بالتيم تبع الله. اهلا في اليوم اول شيء عادل، ثاني شيء نحفه عادل مشي سعد تقول عايش في البرازيل. تعال علي برازيل بدر بدر الله كان هيك. يا اخي هاي شغله الشفم دوختني اليوم. انا هسه عارف انا لغايه دلوقتي برضو الموضوع مش مستوعبه اصلا ان في ناس تمام يعني في كل حاجه، حتى في كورنر مان انت كنت مظبط. انا واحد من الناس كان بيفرق معايا لما يقف مثلا جورج وثابت في كورنر مان عندي في كل حاجه، عارف في الطريقه في الفكر كنت مظبط كده. انا واحد مش هلعب خلاص يعني، خلصت لعب الفايت بتاعي الاولاني، بس برضه انت كنت عارف الدنيا متأقلمين كلنا فكر واحد استراتيجي. ابتدى الموضوع كان في مشاحنات بينك وبين حد مثلا انت مش عارف مين انت مش ايه، وفجاه لقيت ده راح هنا وده جه هنا وبقيت يعني التيم كله اختلف. دي دانا تعمل دانا دانا دي دي, دي دانا تعمل دانا 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 يعني دانا. بص تربكة كبيره في المخ. بس لحظه احنا قبل لا ندوخ خلينا نصفي كل شيء. هسه احنا صرنا فريق، الفريق الثاني صح يجوز انت يجوز جورج و ثابت وعندك سيف وياك كانوا، وهسه لا حتى انت يجوز طارق الفريق الثاني، انت عندك شوق الفريق الثاني، انا عندي شوق الفريق الثاني، بس كل ما احنا نخسر هم يربحون، فهذا خليه ببالك. يعني احنا هسه صرنا فريق واحد، يعني لازم كلنا نكون مع بعض. عندنا تشالنج كثير كبير، ما تنسوا شباب، عندك جورج، عندك سيف، عندك ثابت، هاو ثلاثه مان كثير قوية. هذا حقيقة يعني في عندك تشالنج. اذا انت بدك تفوت مع سيف بدك تكون اكثر من ريدي، اذا انت بدك تفوت مع جورج او انا بدي فوت مع ثابت بدنا نكون اكثر من ريدي، لانه التشالنج اللي عندنا اياهم هلا الموقف اللي انحطينا فيه نحن مش لازم نكون ضايعين، لازم نكون اكثر فوكس من قبل، لازم نزيد تمريننا اكثر، لازم ننتبه على حالنا اكثر بالتمرين، انا استفيد منك وانت تستفيد مني، لانه هسه احنا نعرف انت تعرف في فريقك القابلي وانا اعرف في الفريق القابلي، فاحنا نقدر نستفاد بالخبره 100%. ثانيا احنا عندنا فوز، احنا عندنا فوز بالسباق اليوم، هذا شيء كلش حلو. يعني هسه راح في بدايه تيم جديد برضه تفهمني تديك دافع، هم ما راح يعرفون منو راح ينازل منو. انت سيف شو جاي بالك اليوم تعمل لنا هذا؟ انا من امبارح بدي اعمل خي جاب له غراض خلص. شوف شو اسوي فيه بعدين، اقطع لك اياه يعني. طب وين اللي قطع عليه؟ هاي على هاي الزرقاء ما في مفهوم. حبيبي اليوم خسرنا التشالنج بس كان كثير حلو، انبسطنا فيه، ما زعلنا يعني ولا تداينا، بالعكس انبسطنا وجينا لهون هن عشان مبسوطين هناك، قررنا انه نعمل اشي هون نتسلى فيه. انا من وقت ما اجيت بصراحه نفسي اولع نار اقعد زي باربيكيو نعمل اي اشي نتسلى فيه. قوم كل شوي حركها بيه. ايوه اشتغلوا. تفضل. احنا اليوم معزومين عند الشيف نارموك. شيف نارموك يعني اليوم اسهال، يعني اليوم اسهال بالحمام يعني اليوم، بكره ما في تمرين. يا سلام وريه
انت بس حكه كرشك وري يا معلم. اليوم رحت على الملحمه جبت لحمه، وهي اليوم هسه قاعدين نشتغل نعمل لحمه وبندوره. فريق المقاتلون، سمعت انه بفريقكم في شيف عظيم. احسن شيف. احلى شيف. احلى شيف. سيف، خبرنا عن طبختك امبارح. امبارح عشنا حياه صحراء. خبرنا شو طبخت لنا؟ عملت قلايه بندوره. ما ذبحكم، ما ذبتوها، ما ذبتوها، ما راح تذوقوها اصلا، ما ذبتوها زيها. اسالوا الشباب كيف. وضيوفك شو؟ كيف قليت البندوره؟ شيء فاخر. اعتزلت، بطلت فايتر، خلص خلاص صرت شيف. مع رندل رح نعرف اول مواجهه، وانتو فريقين جداد. I hope you guys enjoyed the challenge yesterday. It got a little bit more interesting now. We got reshuffled the teams. I see that the Arabian Nights, you guys won the challenge yesterday. Correct? Congratulations. So who'd you guys select from your team to fight? Select Mustafa. All right, Mustafa, please step forward. All right, who you select from the other team? All right. اليوم بالوين انتخبت سيف، شاف سيف. أعتقد هو أقوى خصم لي لحد الآن. All right, guys, these are the two fighters for tomorrow's fight. Let's start the weigh-in. وهلا تفضلوا على الميزان. اتذكروا كثير منيح وزنكم ما لازم يتعدى 77 كيلوغرام. مصطفى please step forward. Okay. 78.4. خلصوا 70. 81.7. All right. Come to the face off, guys. Let's have a good fight tomorrow. I think I'm anyway. All right. Come on, guys. Good job. Good job. Let's go. Good luck, guys, for tomorrow and today, the training. Sasan. في عندي خبر صغير. نحن ببرنامج البطل مش بس عم نبحث عن بطل متكامل جسديا وعقليا، احنا عم نبحث عن البطل الإنسان. بعد الظهر رح تكونوا بخدمة المجتمع، رح تعملوا خدمة اجتماعية. بعد التمرين رح أخبركم كل التفاصيل. بالتوفيق. You chew and you do alone. Step down, fight. That's it. نقاني انا في من اول ما اجينا هون بينه وبينه في تاتش زمان، ناقرنا انا وياه. انا من اول فايت كان جابالي انا العب، بدي العب معه بس ما كان يصير نصيب، والحمد لله نقاني وكثير مكيف اني اروح العب معه. إذا يعصب راح يركز أقل، وراح يدخل بشراسة ويجوز يخسر طاقته كلها، بس الله يعلم، هو عنده خبرة. بالنسبة لإيداع بيكونوا مثل ما شايف كثير بطيئين، يعني دماغه ما عم بيفرز بسرعة.
Conditioning is probably one, today is the most important thing to a fighter, because if you are very good technical but you don't have good conditioning, come on man, come on! If you don't have good conditioning, you will lose for everybody. عامل حاله زي العصر الحجري وطالب دايم مسك بايده وقعدنا خوض ونمسح الكوست الكوست لحاله فاض وطلع عليك. فكنت انا كنت غدا على برا وجا عندي يوليسيس قال لي اجي ندير واحد المفاجاه للدراري. مشى البيت ديال ثابت وخدا هذاك الشعر ديال ثابت ودارو ومتنا شويه بحال الفيلم ديال 300 ما اني ما دانو جروب. All the guys are really upset because Hashan has gone. You know, he's a very good guy. Everybody likes him a lot. And sometimes we coaches, we have to put the guys to be funny, you know, to smile again. And he's trying to put everybody up. يعني بحس اخوات كبار مش هقول هم السن مش كبير قوي برضه بس بعتبرهم اخوات كبار يعني. And Ulysses, we are real serious. Like we work really hard. The guys who work hard, but outside the training we have to be friendly with them, like, and that guys, they're showing us the real Arabic spirit, and this is amazing. Like, we never saw this before in our lives. انا متوقع تخلص نوك اوت على الواقف لانه مش غلط كمان بس انا بحس حيكسر له وجهه على الارض. خليه يكسر له كل وجهه. انا هيك بحس هو عم بيحمي وجهه بيقرطش يصاب مشان بشل له كوعه بشل له كتفه بشل له اجره. عم نعمل اي شيء وخلصنا منه ان شاء الله لانه عن جد كثير. الحكي اللي كثير وانا بعمله وانا بسوي هذا مش لازم. هذا ما له عازم كله على الكيج سيف كله على الكيج. الواحد الشاطر الشاطر اللي بيعمل مش اللي بيحكي. الكل على اليسار الكل على اليسار بليز الكل على اليسار بليز. الكل على اليسار بليز الكل على اليسار. لازم يروح يعمل ستار اكاديمي. هو ستار اكاديمي ممثل مش فايتر. هو ممثل ما بصدق يشوف كاميرا قدامه ونبلش. اهلا وسهلا فيكم بقلب مدينه العين مره ثانيه وعن جديد. نحن اليوم متواجدين بمدينه العاب الهيلي. طبعا انتم مستغربين سبب وجودكم. نحن اليوم متواجدين لانه في عنا ضيوف، وتذكروا منيح انه جزء من تكوين شخصيه البطل هو تعزيز الروح الانسانيه بداخله. انتم موجودين اليوم لتدخلوا الفرحه على قلوب ضيوفنا. ضيوفنا اجونا من مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصه، رحبوا فيهم. يلا يلا. I'm very happy and proud to be here today.
فرحان بزاف اللي قدرنا نفرحوا الدراري. وانا كيما قال وانا بالحق والله احنا فرحانين خاطر هما فرحانين والله. كل فين وفين لما بيلاقي حد يخرجه. بما انه نحن متواجدين بمدينه العاب الهيلي وضيوف فيها حبوا يعطوكم هديه تذكاريه كرمال تتذكروا هذا اليوم. جورج البطل لازم تشك 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 كيف الأبطال اليوم؟ تمام. كيف معنويات الشباب مصطفى وسيف؟ اليوم المدرب عبد العزيز رح يعطيكم استراتيجيات، ركزوا كثير منيح. سيف، مصطفى، واحد منكم رح يغادرنا على بلده. اليوم الآن يعني بدون تكنيك بس استراتيجية، أنت والآخر التكنيك تاعكم بالعكس، نعلمكم نفس الشيء ولكن بالعكس. اوكي الخصم اقوى مني بالجوجيتسو والمصارعه، فراح نركز احنا على ستاند اب. اهم شيء الستاند اب، نبقى واقفين احسن. امل لي خايف شوي من ركبتي، عندي اصابه بالركبه، الصابونه زايحه ان شاء الله. بس جبت امبارح مخدر عشان اخدرها اليوم، راح العب الفايت، ولو ايش ما يصير راح اكمل الفايت للاخير وان شاء الله راح افوز. يعني راح انسى الوجع، راح انسى انها مصابه الركبه، راح انسى اي شيء، بس راح اركز على الفايت، راح اركز على مصطفى اني افوز وبس. الله يعين مصطفى اليوم لانه راح يلعب مع واحد سفاح، ف يعني بتمنى له التوفيق لمصطفى يطلع باقل الخسائر، يعني باقل الاصابات اليوم، بس يعني هذا اللي بتمنى له اياه انا. الضربة الأولى اللي تمشي عليها خلاص، يعني كما شفت اليوم أنا بدون ما نمسك فيه، بس خمسك فيه شوي تعذب كثير. يعني الأولى الضربة اللي تجي عليه هنا في ركبة ولا يتيح، يعني يتيح ما يتيحش كويس، تجي له مشكلة كبيرة. نحكم هكذا ما يقلعش، ثاني حكم فيها نكد نطيحونا. أوكي؟ نكد نطيحو. أوكي؟ ولازم أنا نمشي في الأرض. جودو، سامبو. أوكي؟ الحين أنا هنا ما نكدش نطيحو، أنت سامبو. اليوم تمرنا مع الكوتش واعطانا جرابلينج، كيف نعمل تيك داون. كان تمرين كثير حلو بس ما شديت كثير انا بالتمرين. يا اخي انا مرتب من اول، من صغري وانا مرتب، اصلا اسمي ما كان مصطفى قبل. شو كان اسمك؟ كان اسمي مرتب. مرتب؟ عطيني والله قلت لي اسمك مصطفى شكيت فيك. قلت يا اخي هذا شكله مرتب. طلع عليه، طلع علي. ليش بتطلع؟ قولي لا. ليش بتطلع؟ ما عجبك هذا؟ صار مؤدب يعني اليوم؟ لا تبان هو. إذا فزت
ان شاء الله بعد هاي احلى فرحه، وان شاء الله انه امثل، انا بمثل العلمين هذول اثنين، الاردن بلدي بلدي الحبيب، والشركس هذا اصلي، والعلمين على راسي يعني، وان شاء الله ما راح اغبهم، راح يضلوا موجودين. اليوم هو يوم تصفيات قفص المعركه، بعد ما قسمنا المشتركين لفريقين جداد، فريق فرسان العرب وفريق المقاتلون. المواجهه اليوم بالتحديد رح تكون بين سيف اللي خبرته بالكومبت سامبو، وبين مصطفى اللي خبرته بالتاي بوكسينج. مهما كانت الخبرات مختلفه، هيدا القفص منه قفص عادي، هيدا القفص هو اللي بقرر مين رح يكون البطل. مواجهة التصفيات اليوم رح تكون على الطرف الأحمر ومن فريق فرسان العرب مصطفى، وعلى الطرف الأزرق ومن فريق المقاتلون سيف. كل التوفيق. سيف ريح حالك، سيف نعم نعم، يا يا
انت فايز انت فايز انت فايز انت فايز جاب 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 تقدر توقع لوك اوت سيف ايدك اقوى ايدك اقوى لوك اوت سيف لوك اوت سيف سيف كم هي يا ويوا يا ويوا يا ويوا انت لوك اوت لوك اوت سيف هلا وين الدلاكي وين الدلاكي يا مان يا وذس وذس سيف 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 وين بي 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 سيف لوك اوت سيف Stop!
سيف كيف يا مرتان سيف كيف سيف كيف يا مرتان سيف كيف سيف 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 حلو سيف حلو سيف دخلوا بالجاب دخلوا بالجاب دخلوا بالجاب هيلوك سيف سيف طلع له رجله من مكانها سيف طلع له رجله مره واحده ايوه هيلوك سيف هيلوك هيلوك مره واحده مره واحده هيلوك ايوه سيف سيف خليها خليها جو فور يا زدناتك يا 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 وقف سيف وقف سيف فكر سيف فكر ايوه سيف سيف ممتاز حطه بالقاف سيف حطيت صح صح سيف دير بالك سيف تاي جايز 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 كورنر مان ان ذا كيج واو 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 كورنر مان ان ذا كيج جو اي وان تو سي يو سمايل يو اونلي غات ا سمايل Thank you, Coach. Coach Alain Halmajin, thank you so much. سيف, أقوى منافس لحد هسه. نافست قبل. والفايز عن طريق حركة الخنخ الخلفية بالجولة الثانية ومن الدقيقة الثانية وتسعة وخمسين ثانية من فريق فرسان العرب مصطفى. You are a true warrior, man. Believe in me. Believe in me. Don't get sad because you lost. Don't get upset. Man, that guys are showing one. I can't talk for real. Man, sir. Thanks, man. This guy come inside the cage. He can't walk. I can't. And he warm up. I touch his knee and he got pain now. And he go inside. Like, this guy's a man for sure. I never see this in my life. Never. If قبل النزال كان خصمي بس هسه خلصت يعني ما عندي شيء ضده وهو بمثابة أخوي ولد شاب ظريف وكلها تحبه وقوي هو الولد قوي صراحة شرفني يعني أتنازل بواحد بفيش درجة وبطل من حقيقي هو أسيف كوتش كوتش إيه إيش كوتش هاي I'm sorry No. بطل he's a champ he's a champ لولا تردوش برايلي أنا آسف أنا بعتذر من أبوي كمان بقول له أنا آسف ما قدرت أفوز بس أنا بوعده وبوعد كل واحد وقف معي إنه إن شاء الله راح أفوز الفايتات الجاية وراح أطلع فوق